تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي وما بين نادي سموحه، او قول لنا يلا هات لي الجرافيك. يلا لو جاهزين يا شباب يلا. ايوه، مباراه اليوم النهارده طبعا زي ما حضراتكم عارفين 8 يناير الاهلي وسموحه، هذه المباراه مؤجله من الاسبوع ال 15. تاريخ مباريات الاهلي وسموحه في بطوله الدوري، الاهلي لعب ضد سموحه 16 مباراه، فاز في 8 وتعادل في 6 مباريات وهزم في مباراتين، وله 25 هدف وعليه 15 هدف. اكبر فوز لنادي الاهلي على سموحه 4-2 مره واحده، و3-1 ثلاث مرات، اما اكبر فوز لسموحه على النادي الاهلي كان 3-0 مره واحده. هدافه النادي الاهلي وسموحه في المباريات عبد الله السعيد 8 اهداف، وعماد متعب ومحمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر ومؤمن زكريا وصالح جمعه وجودون اطرام. اما بالنسبه لنادي سموحه، جودون اطرام واسلام محارب لاعب النادي الاهلي الحالي المنتقل اليه من نادي سموحه. اما اول واخر مباراه ما بين الاهلي وسموحه في بطوله الدوري، اول مباراه ما بين الفريقين كانت في 2 ديسمبر 2010، كانت انتهت بنتيجه التعادل الايجابي بهدف لكل فريق. اما اخر مباراه ما بين الفريقين كانت 8 ابريل 2018 وانتهت بالتعادل السلبي ايضا ما بين، او التعادل السلبي فقط من غير ايضا، 0-0. اما احرز اول اهداف للاهلي محمد ابو تريكه اللي كان بالمناسبه النهارده موجود وبيساند الوفد المصري في بطوله كاس الامم، او في لمساعدتهم في تنظيم كاس الامم الافريقيه. ايضا محمد ابو تريكه احرز اول هدف للنادي الاهلي ضد سموحه، واحرز اخر هدف اسلام محارب لاعب نادي سموحه السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي. اما اول هدف احرزه سموحه على النادي الاهلي كان من جودوين اترام، كان لاعب افريقي موجود في نادي سموحه، واحرز اخر هدف بانو دياورا لاعب نادي سموحه. اما قائمه النادي الاهلي اليوم في هذه المباراه، طبعا دول 20 لاعب، ناس كتير هتسال هو مروان موجود ليه؟ اقول لكم عشان في معسكر النهارده لغايه يوم السبت امام بيت. حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، خط الدفاع يعني ليه ثلاث حراس مرمى؟ ثلاث حراس مرمى عشان نفس الكلام. الثلاث حراس هيكملوا لغايه يوم السبت القادم، النهارده هيبقى فيه حارسي مرمى فقط يعني. خط الدفاع سليف كوليبالي وايمن اشرف ومحمد هاني وكريم ندفد وعلي معلول ومحمد وحيد او محمود وحيد. خط الوسط هشام محمد وعمرو السليه واحمد حمودي ومحمد محمود واحمد الشيخ واسلام محارب وناصر ماهر ورمضان صبحي وجيرالدو داكوستا ووليد سليمان. اما خط الهجوم فمروان محسن ومحمد شريف والمدير الفني مارتن لاسد. اما قائمه نادي سموحه لهذه المباراه، محمد ابو جبل ومحمد فتحي في حراسه المرمى، خط الدفاع السيد فريد ومحمود عزت ومحمود منصور ومحمود معاذ واحمد صبحي واحمد العش. اما خط الوسط محمود سيد واسلام صالح واحمد حمص واوميد اكري وعمر بركات لاعب النادي الاهلي المنتقل حديثا الى نادي سموحه كاعاره، وشريف رضا وايدي امومو وشيخ احمد. اما خط الهجوم باسم مرسي المنتقل من اليونان لاريسا اليوناني الى نادي سموحه، ومحمد حمدي زكي لاعب النادي الاهلي السابق، وحسام حسن ويربك نيسيامبي. اما المدير الفني لنادي سموحه وكابتن طارق يحيى. موقف النادي الاهلي وسموحه في هذه البطوله، بطوله الدوري العام اللي زي ما قلنا من خلال الحاج عامر حسين انها ستنتهي في شهر 8 القادم. الترتيب بالنادي الاهلي في المركز، لعب 13 مباراه في المركز السادس، فاز في 7 مباريات، بس احنا متعودين دايما نقول المركز الاول. معلش يعني برضو 5-6 ماتشات كده ونرجع لتعودنا مره ثانيه. الاهلي لعب 13 مباراه، فاز في 7، تعادل في 3 وهزم في 3 مباريات. له 19 هدف وعليه 11 هدف ويملك من النقاط 24 نقطة. أما نادي سموحة فلعب 17 مباراة، فاز في 4، تعادل في 11 مباراة وهزم في مباراتين، له 19 هدف وعليه 16 هدف ويملك من النقاط 23 نقطة في المركز الثامن. الأهلي بيجيب جوان إمتى في سموحة؟ أو في عموما، مش في سموحة بس عموما. من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 15 الأهلي دايما بيحرز هدفين، أو يعني خلال الفترة اللي فاتت أحرز هدفين فقط. طيب
من الدقيقة 16 إلى الدقيقة 30 أيضا هدفين، من الدقيقة 30 أو من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45 نادي الأهلي أحرز 3 أهداف ده هذا الموسم في كم مباراة اللي لعبهم نادي الأهلي. أما من الدقيقة 46 إلى الدقيقة 60 نادي الأهلي بيحرز هدف وحيد فقط، أما من 61 إلى الدقيقة 75 نادي الأهلي بيحرز 5 أهداف، أما من الدقيقة 76 للدقيقة 90 هدفين. دي بقى الكلمة المهمة هنا، دي هي دي، ها ده الرقم المهم بالنسبة لنا، 4 أهداف، لأن زي ما قلت لحضراتكم احنا حطينا هنا سلوجن في هذا البرنامج أو شعار كده هنمشي عليه اللي هو الدقيقة 90. زي ما قلت لكم ما تقلقوش على النادي الأهلي، تقلقوش على النادي الأهلي، ده مش في ماتش بس، أنا بتكلم على بطولة، دوري أفريقيا، كاس، أي حاجة، تقلقوش دايما دايما النادي الأهلي، انتظروا النادي الأهلي. إن ما كانش كسب في أول مباراة هيكسب في النص، هيكسب في آخر المباراة، بس في الدقيقة 90 دي بالنسبة له بتبقى الموضوع أهم. فده السلوجن اللي هنمشي عليه خلال الفترة الجاية. تخيلوا حضراتكم إن يعني يمكن اللي بيعدي الدقيقة 90 أو من الدقيقة 61 للدقيقة 75 النادي الأهلي أحرز 5 أهداف خلال الفترة اللي فاتت، ودي أكبر نسبة أهداف من الدقيقة 61 للدقيقة 75. اللي بعدها بقى على طول على طول 4 أهداف بلس أو زائد 90 بلس 90، هي دي السلوجن بتاع النادي الأهلي، والناس كلها مقتنعة إن النادي الأهلي لا ييأس. الناس افتكرت النادي الأهلي في حتة، هو راح جاب حسين الشحات حط إيده في جيبه كده وقال لهم خدوا الشيك أهو. يلا اللي بعد كده، اما سموحه بقى، سموحه بيحرز اهداف امتى؟ من الدقيقه في اول ربع ساعه احرز هدفين، ومن الدقيقه 6 للدقيقه 30 هدفين ايضا، اكبر نسبه اهداف من الدقيقه 31 للدقيقه 45 في الشوط الاول، 5 اهداف سموحه خلال الكم 17 ماتش اللي لعبهم. من الدقيقه 46 للدقيقه 60 بيحرز 3 اهداف نادي سموحه، اما من الدقيقه 61 للدقيقه 75 3 اهداف ايضا، من الدقيقة 76 للدقيقة 90 4 أهداف. يبقى إذا ناخد بالنا من سموحة الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول دائما ما بيحرز أهداف، أحرز 5 أهداف، وده أكبر نسبة تهديف لسموحة في الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول. اللي بعد كده، كابتن طارق يحيى لعب أمام الأهلي، بغض النظر عن كونه مديرا فنيا لنادي سموحة دلوقتي، ولكن لعب أمام النادي الأهلي 14 مباراة، تعادل في 5 مباريات، خسر في 9 مباريات، له أو أحرز في النادي الأهلي 10 أهداف كمدير فني طبعا، ودخل في 23 هدف. مارتن لازارتي طبعا، يعني مارتن لازارتي مش هنعرف نتكلم عنه، ما هنحقناش. ده جدول ترتيب فرق الدوري المصري في موسم 2018-2019. في المركز الأول نادي الزمالك لعب 18 مباراة و41 نقطة، أنا هقول لكم أول 6 مراكز. أما بيراميدز في المركز الثاني لعب 16 مباراة له 33 نقطة، نصر المقاصة لعب 17 مباراة له 27 نقطة، مقاولين العرب بقارة النجم عماد النحاس لعب 17 مباراة وعليه 6 وله من النقاط 26 نقطة، الإنتاج الحربي بقيادة النجم الكبير الكابتن مختار 18 مباراة له من النقاط 26 نقطة. أما النادي الأهلي في المركز السادس 13 مباراة، أقل الفرق لعبا، ويملك من النقاط 24 نقطة. عايزين نكمل؟ طيب. طلاع الجيش في المركز السابع لعب 18 مباراة عليه 4 ويملك من النقاط 24 نقطة. سموحة في المركز الثامن لعب 17 مباراة ويملك 23 نقطة. حرس الحدود بقيادة النجم طارق العشري في المركز التاسع 18 مباراة وله 21 نقطة. الداخلية بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية 18 مباراة في المركز العاشر ب 20 نقطة. وادي دجلة ب 11 في المركز ال 11 لعب 18 مباراة وله 20 نقطة. أما في المركز في المراكز الأربعة الأخيرة، تخيلوا حضراتكم واحد من أكبر وأعرق الأندية نادي الإسماعيلي في المركز ال 15 من 15 مباراة له 17 نقطة، النجوم في المركز ال 16 له من 18 مباراة له 17، إمبي في المركز ال 17 له 16 نقطة، أما في المركز الأخير فنادي بتروجيت من 18 مباراة له 15 نقطة. أما قائمة هدافين الدوري العام المصري، حسام باولو في المركز الأول من الداخلية 9 أهداف، محمود علاء في المركز الثاني من الزمالك 9 أهداف، كهربا في المركز الثالث 9 أهداف أيضا، الثلاثة دول جايبين 9 أهداف.
أما أحمد علي كامل للمقاولين العرب 8 أهداف، جون أنتوي في المركز الخامس من مصر المقاصة 7 أهداف، يوسف أوباما في المركز السادس ب7 أهداف من نادي الزمالك طبعا، شمال سبيكلي 7 أهداف من بتروجيت في المركز السابع، 8 إبراهيم ناداي ومن وادي دجلة 7 أهداف، مصطفى محمد في المركز التاسع من طلائع الجيش أحرز 6 أهداف، ماركوس كينو واحد من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل في الدوري العام المصري في المركز العاشر 6 أهداف. ملاحظين حاجة طبعا، وده رسالة مهمة جدا 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 لجمهور أو للعيبة النادي الأهلي، للعيبة النادي الأهلي المهاجمين. تخيلوا معلش، لا هات لي اللي فات تاني، هات لي الهدافين. تخيلوا حضراتكم ان في 10 هدافين ما فيهمش واحد من النادي الاهلي، ما فيش واحد من النادي الاهلي، عمرنا ما شفنا الحقيقه الوضع ده. ده معناه ايه؟ عندنا تنوع وعندنا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن كل حته، ولكن ان احنا نشوف 10 هدافين من ما فيش واحد فيهم من النادي الاهلي، يعني اعتقد ان دي رساله لمهاجمين النادي الاهلي. اللي بعد كده حكام المباراه، طاقم تحكيم مباراه النادي الاهلي وسموحه حكما للساحه كابتن محمد عادل ومساعدي يوسف البساطي وهاني خيري، اما حكما رابعا اشرف مسعد، والاثنين حكام الحكم الخامس محمد سلامه ومحمد يوسف، طبعا مش المدير الفني لنادي الاهلي، او انا اسف المدرب العام لنادي الاهلي. طيب دي كانت التقرير اللي احنا عاملينه مع حضراتكم او الجرافيك اللي احنا عاملينه لحضراتكم. خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي ونادي سموحة، وبعدين هنرجع نتكلم مع حضراتكم شوية عن ماذا قالت الصحف المصرية والسوشيال ميديا عن هذه المباراة، بعد كده هنستقبل ضيوفنا. بالمناسبة النهاردة عندي 3 من النجوم الكبار جدا 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 في النادي الاهلي، كابتن ماهر همام النجم الكبير، والكابتن عادل طعيمة النجم الكبير، والنجمة المنضمة حديثا لقناة النادي الأهلي ثامر بدوي، هيكونوا معايا النهاردة إن شاء الله بعد قليل لنشوف عشان نشوف رؤيتهم في مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة. نشوف التقرير وبعدين نرجع نتكلم شوية عن السوشيال ميديا، وبعد كده هنستقبل النجوم الكبار اللي هيحللوا معانا.